السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الشهادة الثانوية للقسمين العلمي والأدبي، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة لتسجيل قواعد اللغة الإنجليزية مع أمثلة من امتحانات نهائية سابقة على هذه القواعد. وما زلنا في قواعد الدرس السادس من الوحدة الثانية، تعتبر الحلقة الثالثة في قاعدة have, get and make، واللي شرحناها في الحلقة السابقة. نستمر الآن في شرح اللي موجود في الكتاب في نهاية الكورس بوك. get have something done، الفورمل هي صيغة، طبعا get أو have الفعل هذا واحد منهم، تمام، وبعدين الأوبجكت، بعدين past participle. تأكيد بس، والكلام هذا لازم نقوله لأنه موجود في نهاية الكورس بوك. أعطاني هنا المثال I got my hair، هو الأوبجكت، cut yesterday بمعنى تم قص شعري بالأمس، بمعنى أني أنا حلقت، تمام، لكن بالتأكيد معناها شنو؟ someone else cut my hair، بالتأكيد يعني شخص آخر هو اللي حلق شعري. he had the gift sent to his friend، يعني بمعنى أن أرسلت الهدايا إلى صديقه. هنا مش هو اللي أرسل الهدية، he had the gift sent to his friend، الهدية تم بعثها إلى صديقه هو، لكن مش هو اللي بعثها، في شخص آخر بعثها، تمام. مثلا نقول his brother sent the gift to his friend، أخيه بعث الهدية إلى صديقه، بهذا المعنى. يعني معناها في شخص آخر دار الفعل، واضحة الفكرة؟ مش هو اللي أرسل، في شخص آخر أرسل الهدية إلى صديقه، لأن هذه تركيبة القاعدة وهذا هو معناها بهذا الشكل. use الاستخدام يقول لي use this form when someone does something for you or to you، يعني استخدم هذه الصيغة عندما شخص يعني يقوم بشيء لك، بهذا المعنى. على سبيل المثال هنا I am having the windows washed this afternoon، تمام. I am having هنا present continuous، هذا الفعل have بس مضارع مستمر. I am having the windows، هذا الأوبجكت، washed هذا الباست بارتيسيبل، this afternoon معناها شنو؟ معناها I am paying someone، أنا ندفع لشخص يعني to wash the windows for me، علشان يغسل لي النوافذ، بهذا المعنى. أنا ندفع لشخص علشان يغسل لي النوافذ، فنقدر نقولها بهذا الشكل I am having the windows washed this afternoon، من غير ما نذكر الشخص هذا اللي غسل النوافذ. نشوفوا تكملة الشرح. He had his bicycle stolen yesterday. He had his bicycle stolen yesterday. He وهنا had اللي هي الماضي بتاع have. His bicycle اللي هي ال الأوبجكت مفعول به. Stolen اللي هو الباست بارتيسيبل. Yesterday طبعا ماضي بسيط هنا عندنا. A thief stole his bicycle. معناها في لص سرق دراجته. مثال آخر. They got the mobile phone fixed at the shop. يعني هم الهاتف المحمول متاعهم تم تصليحه في المحل. شو معناها الجملة؟ نفس التركيبة طبعا. Someone at the shop معناها في شخص في المحل fixed the mobile phone for them، يعني صلح لهم الهاتف المحمول. نفس المعنى، نفس الفكرة. The students got their report cards signed by their parents. معناها الطلبة يعني تم توقيع بطاقاتهم من والديهم، بهذا المعنى، تمام. معناها شنو؟ the parents signed the report cards for their children، يعني الوالدان وقعا يعني بمعنى بطاقة التقرير لأطفالهم. فهنا يقول لي the students got their report cards signed by their parents. يعني هي فيها تقريبا كما قلنا فيها فكره من المبني المجهول بس يسمى informal passive، تمام. اذا مش هم الطلبه اللي وقعوا، الطلبه got their report، طبعا their report هذا مفعول به الاوبجكت، their report cards signed هذا هو الباست بارتيسيبل، تمام. اذا هذه تركيبه القاعده. عندنا نحن تمارين موجود في الورك بوك اكسرسايز دي، اللي يطلب مني يقول لي هنا study the functional grammar box اللي احنا قريناه، then rewrite the sentences with the correct form of have, get or make.
يعني أعد كتابة الجمل باستخدام have أو get في قاعدة واحدة طبعا لدينا، أو make في التركيبة الثانية. أعطاني هنا مثال، قال لي somebody washed my car، يعني شخص ما غسل سيارتي. معناها هنقول شنو؟ هنقول I had my car washed. طبعا بحسب الجملة اللي قدامي، لو أن الجملة فيها فعل تم القيام به معناها نستخدم الصيغة هذه. لو الجملة فيها شيء أو شخص سبب في حدوث شيء آخر معناها نستخدم الصيغة الثانية اللي فيها ميك. تمام، نمشي نشوفه مع بعضنا الأمثلة. I asked somebody to cut my hair، أنا طلبت من شخص أنه هو يحلق شعري. تمام، أعطاني البداية I had معناها بنجيبه شنو هنا؟ بنجيبه الأوبجكت مفعول به، وين مفعول به هنا؟ هو my hair هو شعري، هو المفعول به، فحنقول I had my hair. بعد الفعل هو شنو؟ هو cut، و cut التصريف الثالث له حتى هو cut، هو فعل غير منتظم، لأن cut الماضي بتاعه cut والتصريف الثالث كذلك cut، معناها حنقول شنو؟ I had my hair cut بهذا الشكل، يعني تم حلق شعري أو حلق بهذا المعنى. تمام، هي معناها أن في شخص آخر هو اللي حلق شعري. شوفوا رقم 2 مع بعضنا. رقم 2 يقول لي she asked somebody to fix the window، بمعنى أن هي طلبت من شخص ما أن بمعنى يصلح النافذة. تمام، طبعا نحن عندنا جملة في الماضي نحافظ على الزمن. يقول لي أنا she got have أو get، يجي بعدها شنو؟ يجي بعدها المفعول به وبعدين الفعل بالتصريف الثالث. المفعول به وين هنا؟ اللي هو the window، معناها نقول she got the window وبعدين الفعل اللي هو fix نحطه بالتصريف الثالث، طبعا هو فعل منتظم حيقعد fixing، فتصبح الجملة بهذا الشكل she got the window fixed، يعني تم تصليح النافذة لها. رقم 3 he looked outside، يعني هو نظر إلى الخارج، because he heard a noise، لأنه سمع ضوضاء. ما دام عندي because هنا معناها في حاجة سببت في حدوث شيء، اللي هي شنو؟ اللي هي الضوضاء هذه، ولا لا؟ هي اللي كانت سبب في شنو؟ كانت في سبب أنه هو نظر إلى الخارج. ليش هو نظر إلى الخارج؟ لأن سمع ضوضاء، معناها الضوضاء هذه اللي هي السبب هنحطها في البداية. فقلنا هنا شنو؟ قلنا the noise وبعدين القاعدة بتاعت السبب هذه هي شنو؟ هي قاعدة make و object وفعل بصيغة المصدر، ولا لا؟ بقى هنا معناها خذينا الفعل made. ليش درناه في الماضي؟ لأن الجملة أصلا في الماضي، ماضي بسيط، لذلك لازم نديرها بالماضي. the noise made him، معناها الضوضاء أو الدوشة يعني الهرجة جعلته. هنا بنحط شنو؟ فعل بصيغة المصدر، الفعل اللي موجود في الجملة اللي هو looked، هذا نحطه بصيغة المصدر look outside، يعني الضوضاء جعلته ينظر إلى الخارج. بهذا الشكل تقعد الجملة بتركيبة القاعدة. باهي رقم 4 يقول لي the leaves، لأن أوراق الأشجار يعني fell، شو معنى fell؟ يعني وقعت، سقطت، because of the wind، بسبب الرياح. باهي شنو السبب اللي كان في سقوط الأوراق الأشجار؟ هي الرياح، ولا لا؟ معناها الرياح نخلوها في بداية الجملة the wind، بعدين ناخذ الفعل اللي هو في القاعدة اللي هو فعل make، نحطه في أي زمن؟ نحطه في زمن الماضي، لأن الجملة عندي هنا في الماضي بسيط، معناها حنقول made. باهي بعدين المفعول به شنو؟ المفعول به، المفعول به هو the leaves، هي التي سقطت، الأوراق هي التي سقطت بسبب الرياح، ولا لا؟ معناها نقول the wind made the leaves، وبعدين ناخذ الفعل هذا نحطه بصيغة المصدر اللي هو fall، F-A-L-L fall، فتصبح الجملة بهذا الشكل the wind made the leaves fall. نجول للجملة الخامسة والأخيرة في هذا التمرين. A photographer took a picture of the witness، معناها شنو؟ مصور التقط صورة للشاهد، وبدأ الجملة هنا ب the witness. طبعا هنا الشاهد في شيء تم القيام به له اللي هو التقاط الصورة،
يعني هنا نحن مش معناها قاعدين في مسألة أن الشخص كان سبب في حدوث شيء آخر، لا، هنا أن في فعل تم، هنا نحكي على الأكشنز، لأن نحن عندنا الأكشنز هذين معناها شنو؟ معناها بنستخدموا القاعدة بتاعت هاف أو جيت، معناها نقول ذا ويتنس، نقدر نقول هاد، نقدر نقول جوت لأن ماضي طبعا هي توك، هنا معناها هاد أو جوت واحدة منهن. باهي شنو المفعول به؟ المفعول به اللي هو البيكتشر، ولا لا الصورة بتاعت الشاهد، معناها نقول هيز بيكتشر. وبعدين الباست بارتيسيبل بعد المفعول به التصريف الثالث للفعل اللي موجود في الجملة اللي هو الفعل توك، شنو التصريف الثالث بتاعه؟ تيكن. معناها نقول بهذا الشكل ذا ويتنس هاد هيز بيكتشر او هير بيكتشر اذا كانوا شاهد او شاهدة يعني، بعدين تيكن اللي هي التصريف الثالث للفعل توك. طبعا بالتأكيد ان الجمل هذين كلهن تطبيق للقاعدة اللي شرحناها في الحلقة السابقة وبداية هذه الحلقة أيضا. الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتناول الأسئلة التي وردت في امتحانات نهائية سابقة على هذه القاعدة بإذن الله. في الختام أشكركم جزيل الشكر على المتابعة والمشاهدة، وأتمنى التوفيق للجميع بإذن الله تعالى. تقبلوا تحياتي الأستاذ فرج ممطيري.